مكسورة. ستايل هندي زار يخطف الأنظار. أنا أحبك. عندي روح بس روح مكسورة. قدرت الممثلة العراقية هند نزار أنها تلفت الأنظار بأدائها العالي في مسلسل ألماس مكسور اللي عم بينافس حالياً في السباق الرمضاني واللي عم بينعرض على MBC عراق وشاهد VIP. هند بتلعب دور ريف، البنت المحافظة اللي بتعيش في ريف العراق وبتهتم بعائلتها لوقت ما بتقابل الدكتور أحمد اللي بيجسد دوره ألكسندر علوم، وبتنقلب حياتها خصوصاً أنه بتجمعهم قصة حب كبيرة. قالت عيناك الكثير أنا أحبك. ومش بس أداء هند اللي عم بيلفت الأنظار، حتى ستايلها اللي بتظهر فيه بالمسلسل. فكون شخصية ريف بنت ريفية بسيطة ومحافظة، اعتمدت هند فساتين المواردة الطويلة وشفناها بتسريحة الشعر الطويل الويفي، ولكن بأغلبية مشاهدها بتكون لففته بهالشكل. والملفت أيضا هو ظهور هند من دون ميك اب بهالعمل. كم مرة جرحوني حتى من نضحك كذب لازم يبجوني. ولكن ستايل هند بالحياة بيختلف جدا عن ستايلها بالمسلسل، هالشيء اللي بنلاحظه من خلال صورها اللي بتشاركهم على انستغرام من خلال اللوكات والستايلات المختلفة اللي بتظهر فيهم. فشفناها في ايفنت رمضاني مؤخرا بإطلالة أليجنت اعتمدت فيها عباية بيضة وجولد عليها ريش، وبشعر بونيتيل زينته بجولد هير بيس، وميك اب ناعم مع بولد ريد ليبستيك. شوفي القطع الكاميرا. أما لإطلالتها الإعلامية فبنلاحظ ستايلها الخاص والمختلف، فلمقابلة تلفزيونية عرضت من أيام اعتمدت هند إطلالة من دولشي أند جابانا، فشفناها بفستان أسود عليه ريد فلاورز وجرين ليفز مع بيلت، والملفت أنها ظهرت بنفس تسريحة الشعر اللي اعتمدتها بشخصية ريف. واللي بيتابع هند على السوشيال ميديا من زمان بيكتشف حبها الكبير للفاشن من خلال إطلالتها المختلفة، ومنلاحظ اعتمادها ستايل الفورمال بمعظم الأحيان مثل البليزرز وفساتين سيمبل خصوصا باللونين الأبيض والأسود. حتى بالفوتو سيشنز اللي بتصورهم بتعتمد هند على ستايلات مختلفة مثل الفساتين اللي ألوانها بولد مثل الأحمر والبيربل، وأوقات بتختار الألوان الهادية والترابية. أما بستايلها الكاجوال فمنلاحظ أنها بتختار إطلالات بسيطة وميك اب خفيف، حتى الواضح أنها بتحب قصة الشعر القصيرة كونها بتعتمدها كثير، هالشيء اللي بيخلي ستايلها مميز ومختلف عن غيرها. اشربوا